أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة والتي نناقش فيها قرار تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة بديلا عن معين عبد الملك وسط أوضاع سياسية استثنائية بطبيعة الحال تواجه فيها البلد انقسامات شديدة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والذي يبدو أنه توصل أخيرا إلى اسم رئيس الحكومة وهو أحمد عوض بن مبارك في ظل أيضا تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ولكن بنفس الأسماء السابقة للوزراء السابقين. هناك كثير من الأسئلة حول هذه الحكومة وحول هذا التكليف أيضا، هل سيذهب إلى البرلمان لنيل الثقة أم ربما سيكتفي بقرار التعيين فقط من مجلس القيادة الرئاسي، وهل هذا القرار يلقى الترحيب والتأييد من مختلف الأطراف المكونة لمجلس القيادة الرئاسي، ربما هو يحظى بموافقة الأغلبية فقط في هذا المجلس أو ربما يحظى بدعم إقليمي وتوافق إقليمي بين دولتي التحالف السعودية والإمارات، ويقال أيضا أن هذا التعيين قد يحظى أيضا بمباركة الأمريكان الذين ربما يخوضون إذا الآن مواجهات مع الحوثيين في بعض المناطق أو ضربات عسكرية، ويقال بأن هذا التعيين ربما يأتي أيضا في هذا السياق. ما الذي تواجهه الحكومة من تحديات سياسية واقتصادية وأيضا على مستوى التسوية السياسية مع الحوثيين أو حتى أيضا تجدد المواجهات؟ يسعدنا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأعزاء. معنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي المعروف، أهلا بك أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين أخي عبد الله. كما أرحب كذلك أيضا بالأستاذ صلاح الصقلدي الصحفي المعروف والقريب من توجهات الانتقالي، أهلا بك صلاح. مرحبا، طيب الله أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين وضيفك الكريم الأستاذ ياسين. نعم، إذا اسمحوا لنا أن نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود معكم للتحليل. أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا جمهوريا قضت المادة الأولى منه بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبد الملك الذي قضى في ذات المنصب أكثر من 5 سنوات. بن مبارك لم يأتي من خارج الدائرة، فقد كان وزيرا للخارجية في حكومة معين وقبلها سفير اليمن في واشنطن ومدير مكتب الرئيس. يحاول الشارع اليمني إبداء التفاؤل بهذا التغيير ليس لعبقرية بن مبارك أو كفاءته الخارقة في المناصب السابقة، ولكن لتحريك المياه الراكدة الذي قد يكون أفضل من استمرار الفشل الذي علقت فيه حكومة معين. لاقى تعيين بن مبارك ترحيب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن السؤال هل سيحظى بن مبارك بما لم يحظى به معين من دعم دولي وإقليمي؟ أم أن الظروف والحسابات المعقدة ستبقي الوضع كما هو عليه؟ مراقبون يرون أن فرص بمبارك في إحداث تغيير إيجابي على المستوى الاقتصادي والسياسي للحكومة يتعلق بمدى قدرته على المناورة في مساحة الدعم الخارجي خصوصا من الرياض وأبوظبي، وذلك في ظل انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية واستمرار خطر الميليشيات الحوثية الذي يعاود الظهور من جديد على أبواب شبوة ومأرب. يستلم بمبارك الحقيبة الوزارية في ظل وضع أكثر تعقيداً مع استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن ولندن من جهة والحوثيين من جهة أخرى، الأمر الذي يفاقم المسؤولية الوطنية على الحكومة سواء في ملف تخفيض التصعيد العسكري أو في ملف الحصول على رفع مستوى الدعم والتعاون مع الولايات المتحدة التي كانت ضد فكرة القضاء على الحوثيين في السابق. تذهب حكومة وتأتي أخرى في ظل غياب تام للسلطة التشريعية التي يفترض أن تمنح الثقة للحكومة الشرعية، لكن المجلس الرئاسي ومن يقف خلفه يتعمدون إبقاء مجلس النواب خارج الفاعلية والانعقاد، فهل سيتجه بمبارك لنيل ثقة البرلمان وتأسيس حقبة مختلفة أم سيستمر بتجاهل الرقابة وتجاوز الإجراءات الدستورية؟ اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، واجدد الترحيب كذلك ايضا بضيوفنا الاعزاء الاستاذ ياسين التميمي معنا في الاستوديو والاستاذ صلاح الصقلدي معنا عبر سكاي. ابدا معك استاذ ياسين التميمي، كيف يمكن قراءه هذا التغيير او هذا التبديل في اي سياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا تحيه للضيف العزيز الاخ العزيز صلاح الصقلدي من عدن. انا اعتقد انه اغرب القرارات التي صدرت حتى الان في تاريخ الدوله اليمنيه بالنسبة لتشكيل الحكومات، قرار ينص على تعيين رئيس حكومة وقرار ينص على سريان القرارات السابقة فيما يتعلق بالنسبة للوزراء. نعم، بالنسبة للوزراء هذا يعني أنه المشهد متأزم مريض،
متعب إلى حد كبير، ليس هناك توافق. المشكلة لم تكن أعتقد في شخص معين عبد الملك، يعني لم تكن مشكلة مرتبطة بهذا. يعني إذا المسألة كلها ستتمحور حول فكرة أنه معين عبد الملك مثلا من خارج المحافظات الجنوبية، فهذه مشكلة كبرى. المشكلة ليست هذه، المشكلة هي أن الظروف العامة لا تسمح لأي رئيس وزراء من أين ما كان في أنه يحقق نجاح أو يأخذ بالبلاد إلى مستوى أفضل. لا الداعمين الخارجيين قاموا بواجبهم على أكمل وجه، ولا الشركاء المحليين في حالة وفاق تام. هناك تعايش مزعج جدا بين مشاريع في الأصل هي متصارعة ومتربصة ببعضها، وهناك قسم من الحكومة يعتقد أن الفرصة مواتية لكي يقضي على الدولة نفسها ويؤسس دولته الخاصة، وهناك مشاكل الآن إقليمية مرتبطة بنشاط الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، وأصبحت هذه المشكلة لها أبعاد دولية. وهذا النشاط الأخير فيما يتعلق بالحوثيين في الحقيقة يؤسس لمرحلة جديدة يمكن أن تهمش حتى هؤلاء المتصارعين الذين يعتقدون أن لديهم فرصة ليكونوا شيء أو ليخوضوا مواجهة مع جماعة الحوثي خلال المرحلة المقبلة. كل المؤشرات تدل على أن الوضع سيء للغاية. التحديات التي سيواجهها رئيس الحكومة، بطبيعة الحال سيذهب رئيس الحكومة إلى هذه المشاكل وهو على الأقل رئيس الحكومة الوحيد الذي لم يحصل على ثقة مجلس النواب. وهذه مشكلة دستورية بطبيعة الحال. صحيح أننا نعيش في وضع شكلي من الناحية الدستورية وأن هناك خروقات كبيرة تمت بالنسبة للدستور، لكن من المهم جدا مراعاة هذا الجانب. من المهم أن نرسل رسالات رسائل للداخل والخارج بأن مسألة الدستور مسألة مهمة للغاية. من الناحية الشكلية نحتاج إلى أن نثبت بأن كل خطواتنا متسقة مع الدستور. كونك تعين رئيس حكومة فهذا يعني أن مجلس النواب ينبغي أن ينعقد. إذا اقتضى الأمر أن تستأجر السلطة الشرعية والمملكة العربية السعودية قاعة في عدن من المجلس الانتقالي فهذا ممكن، وتؤمن لفترة يوم أو يومين انعقاد مجلس النواب. في النهاية أن مجلس النواب ينعقد ويمنح الثقة للحكومة. بعد ذلك ما الذي سيواجهه أحمد عبيد بن أحمد عوض بن مبارك عندما يذهب لممارسة مهامه من عدن؟ أعتقد أن المشاكل هي نفس المشاكل. لم يكن لهويته المناطقية أن تحل المشاكل العويصة التي تواجهها الحكومة الشرعية في هذه المرحلة. لكن تفسيرك لهذا التعيين أو التبديل، قيل أنه الرئاسة الثلاث، هو الموضوع كان قديما منذ تشكيل المجلس القيادة الرئاسي ونقل السلطة من هذه، وقيل أن الرئاسة الثلاث البرلمان حكومة رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظة معينة ويحتاج تغيير الحكومة. لماذا تأخر كل هذا الوقت تغيير رئيس الحكومة؟ لو كان في المسألة يعني في سلامة إجراءات يمكن تغيير رئيس الحكومة وتغيير الحكومة، ولكن هناك مشكلة كبيرة جدا. ما هي؟ يعني المشكلة أنه ما فيش توافق. يعني عدم التوافق هو الذي أخر تغيير الحكومة؟ لا هو الحكومة؟ الذي يعطل الحكومات. يعني نفترض أنه الرئاسة الثلاث من محافظة واحدة هي محافظة تعز، وهذه مسألة تمت بالصدفة طبعا، ما ليست مرتب لها يعني. نعم. يعني بالتتالي هؤلاء الأشخاص وجدوا أنفسهم في هؤلاء في هذه المناصب. كيف نحل هذه المسألة الشكلية أنه في النهاية لازم تتوزع السلطات الرئيسية؟ توزيع السلطات الرئيسية ينبغي أن تنبني على معايير. أولا يعني لنفترض أنه رئيس الحكومة من الجنوب، رئيس الحكومة ينبغي أن تتوفر فيه كافة الشروط، وعندما يتسلم مهامه رئيس الحكومة يعطى صلاحية في أن يشكل الحكومة التي يعتقد أنه يمكن أن يعمل معها بكفاءة. لكن هذه الوصايا السياسية من أطراف محلية هي أصلاً مرتهنة للخارج مشكلة كبرى. يعني في نهاية المطاف حتى اختيار هذا الحزب أو هذا الفريق لحزبه في الحكومة يرتبط بشكل أساسي بإرادة الدعم الخارجي. هذه نعم. مشكلة كبرى، بينما الأولويات ينبغي أن تنصرف للتحديات التي يواجهها اليوم في هذه المرحلة. نعم. إذن كملمح أولي تجد أن بن مبارك هو أتى في ظل عدم توافق في ظل أطراف المجلس القيادة الرئاسي، وهذا أفضل خيار اتفقوا عليه لنقول ذلك، وأيضا ربما وجد قبولا لدى الإقليم ولدى الدول الراعية للمسألة السياسية في اليوم. بطبيعة الحال كان هناك مفاضلة لا شك مثلا أنه اتفقوا من حيث المبدأ أنه التغيير أو تعيين رئيس الحكومة من داخل الحكومة، فيحتاج الأمر إلى أن تعرض شخص أو شخصين أو ثلاثة من داخل الحكومة نفسها. من الذي رجح بطبيعة الحال لو ترك الأمر للأطراف الداخلية فلن يتفقوا،
فلا شك أنه المهيمن الخارجي هو الذي سيفرض هذا الشخص عن هذا الشخص مثلا. نعم. على كل حال يعني أنا أعتقد أنه اختيار أحمد عوض بن مبارك اختيار موفق، لأنه سأعود إليك لمناقشة الشخص نفسه وأيضا التحديات التي تواجهه، لكن نتكلم عن ظروف اختيار وظروف التغيير. أنت قلت أنه أتى في ظل في ظروف غير توافقية، واضح أنها غير توافقية في إطار مجلس الكادر الرئاسي، وأن ربما العامل الخارجي أو الإقليمي ربما رجح اختياره من داخل الحكومة. سأعود إليك مرة أخرى سيدي ياسين، لكن دعنا نشارك معنا الأستاذ صلاح الصقلدي الصحفي أيضا، كيف ينظر إلى هذا التغيير والتبديل في رئاسة الحكومة؟ إليك صلاح. نعم بالتأكيد لا نعول على الإطلاق بأن المبارك سيغير كثيرا من الأوضاع المزرية التي لسببين على الأقل. الأول أن تغيير الشخص، ونحن نتكلم على شخص ولا نتكلم على أشخاص أخرى، مع إبقاء المنظومة الفساد، مع إبقاء المؤسسة كما هي عليه وإبقاء السياسات كما هي عليه لا يجدي نفعا على الإطلاق في تغيير الأفراد. الأمر الآخر أن بن مبارك هو أساسا جزء من المشكلة، جزء من الأزمة، جزء من الحرب التي كانت فيها، فالرجل غارق في الفساد، غارق في الفوضى، غارق في كثير من السلبيات التي انخرط فيها منذ الحوار حتى هذه اللحظة. وبالمناسبة بن مبارك ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعيينه رئيسا للوزراء، نتذكر تماما القرار الذي أصدره عبد الرب منصور هادي أفشله الحوثيون، نعم أفشله الحوثيون أذكر ذلك، نعم أفشله الحوثيون، وبالتالي الرجل له عليه كثير من المآخذ. هذا حتى لو افترضنا جدلا بأن الرجل صلاح اسمح لي، ما هي المآخذ من وجهة نظرك على أحمد عوض بن مبارك؟ على الأقل تقدير الرجل مورط في الفساد حتى أذنيه، وكثير من التقارير أثبتت ذلك. الأمر الآخر بأنه لا يحظى بأي قبول حتى من المجلس الانتقالي في الجنوب بشكل عام، فهو له مواقف عدائية، له خصومات مع القضية الجنوبية وأجهر بها كثيرا في السنوات الماضية، وأعتقد بأن المجلس الانتقالي بالفعل هو فرض عليه هذا الشخص، فرض عليه وكان رشح عدة شخصيات مقبولة في الحكومة بما فيه. لكن حسب معلوماتنا صلاح بأن الاسم تم التوافق عليه، اسمح لي صلاح، حسب معلوماتنا من مجلس الكادر الرئاسي بأن الاسم تم الاتفاق عليه في إطار المجلس، يعني برضا أيضا وقبول نائب رئيس المجلس اللواء إدريس الزبيدي. إذا كان تأخذ بالتصريحات فأعتقد أنها ليس لها ليس تصريحات وإنما معلومات من أعضاء في المجلس. اسمح لي صلاح، قيل أن المرشح كان عبد الله العليمي رفض تولي المسؤولية، واتفقوا الثمانية على أن يكون العضو أو رئيس الحكومة من داخل الوزراء. تم الاختيار بين بوريك وايضا احمد عوض بن مبارك، ومن ثم اتفقوا على احمد عوض بن مبارك، يعني لا خلاف في اطار مجلس الثمانيه حول هذا الاسم. المجلس الانتقالي لا يرحب على الاطلاق بهذا، ونحن نتكلم عن المجلس الانتقالي. هل اصدروا بيانا رسميا صلاح؟ طرف رئيس بهذا. هل هناك بيان رسمي؟ صلاح هل هناك بيان رسمي من الانتقالي برفض احمد عوض بن مبارك؟ لا، ولكن نلتمس من التغريدات ومن التصريحات التي صدرت عن كثير من النشطاء وعن كثير من القيادات، لا أقول بقيادة المجلس الانتقالي ولكن بالجمعية الوطنية في مجلس الشورى المجلس الانتقالي، فكثير منهم امتعضوا بهذا، وكانت هي صدمة بالفعل، والبعض ذهب بعيدا واعتبر بأن هذا التعيين هو عقاب للمجلس الانتقالي بسبب مواقفه الأخيرة. وبالفعل بن مبارك هو رشح من الولايات المتحدة بدرجة أساسية، رشح من السفير آل جابر، التأييد أو التهنئة التي صدرت من السفير الأمريكي أتت بعد دقائق من إعلان قرار التعيين لبن مبارك، وهذا يؤكد تماما بأن الأمور كانت جاهزة مسبقا. فهذا الرجل هو لا يحظى بأي شعبية هنا في الجنوب، وأنا التمس كثير من المواقف، بل التمس كثير من السخط ومن التذمر الذي وجه به هذا القرار. فهو بالفعل لا يمكن على الإطلاق أن يأتي بما لم تستطع الأوائل، وهو سيكرس الفوضى، سيكرس الفشل بكل صوره. الرجل غارق تماما ومثخن في خصومات صلاح. لماذا لا يعطى الرجل الفرصة مثلا للعمل؟ نعم هو بكل تأكيد سيعطى غصبا عننا، مثل ما رشح وفرض غصبا عننا. المجلس الانتقالي بالأخير هو لا يقوى على الرفض بشكل قطعي للقرار، فنعرف تماما المجلس الانتقالي مثله ومثل سائر القوى الموجودة في الحكومة، هي تتلقى الأوامر تماما. فبالأخير شاء المجلس الانتقالي أم لا يشاء، هو سيفرض هذا الرجل، وستكون الأيام هي الفيصل، هي التي
تثبت لنا ماذا بقعبة هذا الرجل، مع أني شخصيا أنا لا أعول ولا أضع أي آمل كثير. كان غيره أو أشطر، كان هناك بحاح وكان بندغر أكثر قبولا حتى بالشارع على الأقل التقدير، كان معين أكثر. لكن بندغر عملوا عليه نفيرا جنوبيا وطرد من معاشيك يعني، فلماذا يقال أن بندغر مقبولا وهو طرد أيضا من قبل الانتقال؟ أنا أقارن بما هو أسوأ منه، أقارن بن مبارك، فعلى الأقل تقدير بندغر كان نوعا ما الأوضاع لا بأس بها ومواقفه نسبيا كانت مقبولة تجاه الطرف الجنوبي تجاه المجلس الانتقالي، ولكنه يظل بكل تأكيد أفضل من أنا أقارن السيء بالأسوأ بالمناسبة. يعني إذا تظن أن بن مبارك سيكون أسوأ أسوأ من بندغر؟ معين عبد الملك، إذا أخذنا المواقف السياسية لمعين عبد الملك تجاه الجنوب تجاه القضية الجنوبية، هو كان أكثر حصافة وكان أكثر منطقية وأكثر قبول للمجلس الانتقالي في الجانب السياسي. أما في جانب الفشل فالرجل بالفعل غارق بالفساد وغارق بالفشل، مثله مثل كل المنظومة، مثله مثل كل الحكومة. فبالأخير بن مبارك لا يمكن على الإطلاق أن يقدم، خصوصا أنه سيتعامل مع نفس المنظومة، نفس الوزراء، نفس الأشخاص الذي تعامل معهم سلف ومعين، فلا يمكن. نعم. صلاح هل نتوقع نفيرا ضد بن مبارك مثل ما شهدناه ضد بن دغر في المستقبل؟ أتوقع تماما، أتوقع بالفعل، وهنا سيكون من نافذة الخدمات التي هي مثل هوري تماما، وسيكون رفض بن مبارك من الجانب الخدمي بواسطة الجماهير. المجلس الانتقالي مثل ما أسلفنا من الصعوبة مكان أن يصطدم بالمملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة، خصوصا أنه يدرك تماما بأن الرجل هو رجل السعودية بدرجة أساسية، رجل الولايات المتحدة وبريطانيا، ولا يقوى المجلس الانتقالي أن يقول لا أو أنه يحاول أن يفشله أو يمنعه من العودة أبدا. فالمجلس الانتقالي هو واقع في أزمة، واقع في ورطة حقيقية، فالخدمات هي توجه باللوم بدرجة أساسية له، ويعتبر بأن التدهور المعيشي، التدهور الخدمي خصوصا في عدم المحافظات الجنوبية، يعتبر بأنها تحسب عليه وتقيد على هذا المجلس الانتقالي، واعتقد بأنه لن يصمت، وفي نفس الوقت لن يجهر بالمعادة أو بفشل الرجل، ولكنه سيستخدم جماهيره، سيستخدم كثير من الوسائل المتاحة له مثل ما استخدمها في سابق السنوات الماضية منذ حكومة بحاح حتى حكومة معين. نعم. إذن تجد أن الانتقالي لن يعترض على الرجل، لكن الخدمات المتردية أنها قد تدفع بالجماهير أيضا لنفير مشابه لنفير من دغر، وأن الانتقالي لن يستطيع السيطرة على الجماهير. نعم، خصوصا أن الأوضاع هي أساسا متدهورة اليوم. نعم. الغضب الشعبي بلغ منتهاه في الأوضاع هذه. نحن أنا أكلمك اليوم في هذه اللحظة والكهرباء مقطوعة تماما، كل الخدمات في فصل الصيف، فما بالك في فصل الشتاء عندما تتراكم الأوضاع تزداد. نعم. المرتبات لا وجود لها، الأوضاع الأمنية يحاول هناك من يزعزعها ويوقظ كثير من الجماعات المتطرفة لأحداث ارتباك داخل الساحة هنا في الجنوب، لإفشال مجلس انتقالي كما يعتقد هؤلاء الناس، ولكنهم بالتأكيد سيجدوا كثير من القوى التي ستصطف مع المجلس الانتقالي ولو على مضض، أو لأنها ستوجد نفسها بأنها هي المستهدفة قبل أن يكون رأس المجلس الانتقالي هو المستهدف. نعم. يبقى معنا صلاح الصقلدي. أستاذ ياسين التميمي، ما الذي قد يفعله رئيس حكومة بحكومة بدون موارد أصلا؟ الحوثي يفرض حصارا على موارد الحكومة النفطية، وهو يمنع تصدير النفط في الضبة وأيضا في النشيمة في شبوة، فكيف يمكن أن يكون فارقا أحمد عبد المبارك؟ هو واضح من كلام الأخ صلاح سيوجه تحديات كما قال صلاح، خدمات واضح من ما قاله الأخ صلاح بأنه حتى من الناحية السياسية وجود أحمد عوض مبارك في على رأس الحكومة ليس حلا سياسيا. يعني إذا افترضنا أن إعادة تعيينه، يعني إقالة معين وتعيين بمبارك، افترض أنه يكون حل لمشكلة سياسية، لكن واضح أنه المجلس الانتقالي خضع لإرادة، لكن الانتقالي لم يصدر بيانا رسميا بالرفض. صلاح أنا أعتبر ما يقوله صلاح مؤشر على أنه في رفض من المجلس الانتقالي غير رسمي غير معلن، وتهديد بإثارة الشارع. الآن إذا ما لم يكن هناك توافق سياسي، إذا لم يفضي هذا التغيير إلى حل سياسي يسمح بانطلاق الحكومة وعملها بشكل جيد في الأرض، فهذا يعني أن الفشل سيكون
مضاعف ما لم يكن هناك تدخل من دول الإقليم. وتدخل دول الإقليم في النهاية هو سيساهم في الحل على مستويين: أولا تعزيز الخزينة العامة من خلال وديعة جديدة، أو توفير القوى العسكرية الكافية التي تسمح بإعادة تصدير النفط بدون منغصات وبدون تهديدات. وكلا الخيارين متاحين بيد التحالف. إعادة تصدير النفط هذا مهم جدا، لأنه بدون موارد نقدية الحكومة لن تستطيع عمل شيء، سواء برئاسة معين أو برئاسة أحمد عوض المبارك. نعم. لكن الآن المشكلة هذه النبرة العالية الغاضبة تجاه أحمد عوض المبارك تدل على أن مشكلة الانتقالي ليست لها علاقة بالمشاكل المعيشية. الانتقالي يريد أن يسيطر على الحكومة، وهذا استحقاق يراه مناسبا لكي يصل إلى أهدافه بأقصى سرعة ممكنة، لكي يتصرف بأريحية. ويعني عندما يكون رئيس الحكومة من المجلس الانتقالي، هذا يعني أن المشروع الانفصالي موجود على الأرض على مستوى الهياكل وعلى مستوى القرار هذا ما يتطلع إليه المجلس الانتقالي ومن يدعمه. ما لم يكن رئيس الحكومة من المجلس الانتقالي وهو يمارس مهامه من عدن سيظل منبوذا ومرفوضا. يعني الفكرة أن الانتقالي كان يريد رئيس الحكومة منه. مسألة أن تهمة أحمد عوض المبارك بأنه مدعو من أمريكا بريطانيا، أنا أعتقد أنها ميزة. هل هو مدعو من أمريكا؟ هل تجد أن هذا صحيح؟ يعني هل ترحيب السفير الأمريكي بتعيينه؟ تقريبا كل السفراء الغربيين عملوا تغريدات رحبوا. مسألة وكأنهم داعمين لهذا التغيير. نعم. أحمد عوض بن مبارك كونه على علاقة خاصة مع الولايات المتحدة، علاقة تخادم مع الولايات المتحدة وبريطانيا. نحن في مرحلة، حتى الأطراف التي تطرق مثل هذه الاتهامات في النهاية الجميع مرتهن. نحن في مرحلة كل الأطراف مرتهنة للخارج بشكل كامل. لا. إذا كان هناك من تخادم بين أحمد عوض بن مبارك والولايات المتحدة، ربما تكون أخف وطأة من التخادم الذي يقوم بين فرقاء محليين وسيطرون عسكريا وأمنيا مع قوى خارجية. وحتى مجلس القيادة الرئاسي مرتهن بالكامل، مرتهن بقراره. هل تجد أن بن مبارك أيضا يحظى بدعم السعود والإمارات؟ أم أنهم لم يرحبوا؟ واضح أن السعودية مع بن مبارك. ولماذا لم تصدر بيانا بالترحيب بالتغيير كسفير يعني؟ ربما لتدرك حساسية الموقف، وربما يجتمع مجلس الوزراء ويرحب مثلا. يعني تعرف الآلية في السعودية هي الآلية بطيئة. نعم. شوية. نعم. أساسية أكثر. أنا أعتقد أنه مجلس الوزراء سيجتمع ويصدر بيان ترحيب بهذا. نعم. ويرحب. لكن في النهاية الإمارات. في النهاية تعيين بن مبارك حالة تتوافق مع مطالب السعودية، لأنه المسألة هي مرتبطة بسلسلة مشاكل على الساحة. يعني طرفها الأساسي المجلس الانتقالي، الموضوع مشتعل في حضرموت، الأزمة حاضرة في حضرموت، فرئيس الوزراء ينبغي أن يكون يعني متفقاً أو منسجماً مع السعودية، مع السعودية ومع المشروع الوطني إلى حد ما. رئيس الوزراء منسجم مع المجلس الانتقالي، هذا سيعقد الأمور بالنسبة للمملكة العربية السعودية. إذن دعنا من ماذا عن الإمارات؟ تعتقد أنها سترحب به ستعاون معه؟ الإمارات الترمومتر هو المجلس الانتقالي. إذا ارتفعت نبرة المجلس الانتقالي ضد أحمد عوض مبارك، فهذا يعني أنه تعبير مباشر أو غير مباشر عن المزاج السياسي لدى الإمارات. لكن أنا في تقديري أن الإمارات لن تتخذ موقف سياسي معلن، ولن تتردد حتى في دعوته لزيارة الإمارات في نعم. في تقديري وقد ترحب حتى وقد ترحب. نعم. سأعود إليك سيد ياسين التيم، لكن أذهب إلى صلاح. صلاح صقلدي، ما الذي يتوقعه في قادم الأيام، خاصة مع أوضاع متردية في عدن، غياب الخدمات، المرتبات تتأخر بالفعل، حكومة بالمجمل هي بدون موارد واضحة وبدون موارد نفطية بالأساس؟ نعم، قد ربما المملكة العربية السعودية تشد من عضد الرجل بمبلغ أو نسبة من الوديعة حتى تهيئ لها الجو وتعبد لها الطريق، لكن بالأخير سيجد نفسه أمام كومة هائلة من التحديات، أمام اقتصاد منهار، أمام أوضاع مشتتة، أمام قوى ممزقة متناحرة، علاوة على أن الخصومات التي سيجدها ستكون أمامه عوائق كبيرة، خصوصا في المجلس الانتقالي. وأنا هنا أعيد مرة أخرى وأؤكد بأن الرجل كان له مواقف عدائية للقضية الجنوبية، وهو عراب الحوار الوطني عام 2013، وصاحب فكرة الأقاليم الستة التي تستهدف الجنوب وتستهدف. لكن قرت كثير صلاح، اسمح لي، قرت كثير من الأمور منذ العام 2014-2015 إلى الآن. يعني لماذا تعتقد أن الرجل ما يزال هو
نعم هو ولكن هناك من يحاول أن يحيي فكرة الست الأقاليم التي هي محور الخلافات التي يرى فيها المجلس الانتقالي مع هذه القوى السعودية. ويوم أمس المجلس التعاون الخليجي أكد مرة أخرى وعاد نفس الأسطوانة بأن المرجعيات الثلاث هي أساس الحل التي تكون هذا. وعندما نعم إذا صلاح اسمح لي، تعتقدون أن وجود بن مبارك يعني مسألة داعمة لإقليم حضرموت لهذه المسألة؟ بالتأكيد هو الأقاليم وجه هذا المشروع. نعم الحوار الوطني وفكرة الست الأقاليم كان فكرة سعودية أمريكية بامتياز، فالرجل كان يسعى أن يثبت وأن ينفذ ذلك المشروع، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ونعرف نعم. كيف إذن سلسلة الأحداث. بسؤال أوضح صلاح، تعتقدون أن مجيء الرجل هو إحياء لهذا المشروع الإمارات السعودي بشان الأقاليم؟ بالتأكيد نعم، المملكة العربية السعودية لم تصرف نظر عن مشروع عن الأقاليم، وإن كانت ترى بأنه قد ربما يحصل غربلة بالأقاليم ويتفرد الحوثي في الشمال كافي، والإصلاح يتفرد في المأرب والمؤتمر في باب المندب والبحر الأحمر، لكن الأساس وبيت القصيد بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي حضرموت، هي تجحظ بعيونها تماما على حضرموت، وهي الفكرة كل الفكرة واللهف والدوران في مسألة الأقاليم هي كيف تفصل المكلا عن عدن، هذا هي أساس ولب كل هذا الحب الموضوع. نعم. المملكة العربية السعودية لا تتمسك بفصل حضرموت ولو حتى لم يكن على شكل فكرة الأقاليم الست، لكن فصل حضرموت والاستئثار بحضرموت ونهب حضرموت وسلخها عن باقي الجنوب مع إبقائها بكل تأكيد تبع صنعاء، ولكنها ستقضي وطرها من حضرموت، وهذا هي ما تخطط له وهو الخلاف الذي نشب ويتصاعد ما بين المجلس الانتقالي وما بين السعودية هناك في حضرموت. ونعرف التشكيلات القبلية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية التي تتلى تباعا وتأسست وتنشأ بأموال سعودية وبرغبة سعودية، فالصراع هو محتدم هو هناك في حضرموت التي نعم. تمثل بكل تأكيد درة التاج والمصالح، فضلا عن أنها مصالح الدول العظمى مصالح الدول الكبرى التي تحفظ المملكة العربية السعودية هذه المصالح منذ بداية هذه الحرب، وأعني بالتحديد المملكة العربية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، فنحن نتحدث عن منطقة بوزن حضرموت بطاقات حضرموت بثروات حضرموت بمكانتها الاستراتيجية واضح بالأهمية التي يرى فيها القوى العظمى داخل هذه المحافظة. نعم صلاح صقلدي شكرا لك، واضح هذه الفكرة. الخلاف هو خلاف حول مشاريع في صلب منها مشروع الأقاليم، وخاصة كما رأيت مشروع حضرموت، كما ترى أن أحمد عوض بن مبارك هو وجه لهذا المشروع، ومن هذه النقطة أيضا الاختلاف معه. شكرا لك صلاح صقلدي الصحفي القريب من توجيهات الانتقالي، كنت معنا عبر سكايب من عدن، وأيضا أرحب بالأستاذ حسين الصوفي الصحفي من مارب، وما الذي أيضا تتوقعه مارب من قدوم أحمد عوض بن مبارك، وما الذي يتوقعه أيضا الجيش الوطني أيضا من دعم مع قدوم هذا الرجل لرئاسة الحكومة؟ عبد الله وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. بالنسبه للحكومه اعتقد انه ليست اشكاليه الاشخاص قدر ما هي اشكاليه التنفيذ البرامج. يعني احنا شاهدنا في السنوات الماضيه احتدام الخلافات، وايضا يعني هناك اشكاليه في اولويات الحكومات التي مضت، وحتى لحد الان لا تزال تلك الاشكاليه اعتقد قائمه وواضحه. يعني ما تم في مثلا في حكومه بن بدر سنت عليها حرب، ولم يستطع ان يستقر في المعاشير لانه هناك غياب العقيده السياسيه الواحده على الاقل في هذه المرحله. الافضل ان يكون هناك وضوح في العقيده السياسيه لكل الاطراف، خاصه انه ما الشعار الذي تم حينما تم تشكيل المجلس القيادي الرئاسي تم تحت ثلاثه دمج او اشراك كل الاطراف في القرار السياسي، والأصل أن يكون هذا الأمر قد حل هذه الجزئية أو هذه المعضلة التي تعيق عمل الحكومة وأدائها سواء كانت حكومة بالزبط. ما هو حسين، أنا لم أفهم وجهة نظرك حتى الآن، يعني ما هو الإشكال في هذا التعيين؟ لا يعكس توافق وطني مثلا؟ لا أقصد الأشخاص، أنا أشرت إلى أن لدينا معضلات العقيدة السياسية للحكومة. ما لها عقيدة الحكومة؟ الرئاسي الأولو...
العقيدة السياسية لدى الحكومة لا تزال حتى الآن مشتتة، العقيدة السياسية لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لا تزال حتى الآن غير مرتبة الأولويات، هناك أطراف تفتعل المشاكل وتعيق عمل الحكومة بدعوى أنها تريد مثلا الانفصال، وهذه أعتقد ليست أولوية، وهذه هي نقطة جوهرية ومهمة سواء كان بن باغر ولا كان معين عبد الملك ولا كان بن مبارك، أعتقد أنها تظل تعيق عمل وأداء مجلس يعني الحكومة ومجلس الوزراء، وهي نقطة جوهرية العقيدة السياسية الواضحة للحكومة ولمجلس القيادة الرئاسي. يعني تقصد تكون عقيدة وحدوية يعني بوضوح لاستعادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة الأراضي؟ هذه بالنسبة لهذه الكتابة هي ما تنص عليها كل الأطراف، يعني مجلس الأمن في كل قراراته وبياناته وكل ما يتعلق باليمن يؤكد على الحفاظ على وحدة البلد وأمنه وسلامة الأراضي، وأيضا مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وكل الدول في كل حتى في البرقيات التي يرسلونها في أعياد مثلا في 20 مايو أو غيرها من الأعياد. وبالتالي ما يجب على الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى اليوم، وهذا غير مفهوم، لماذا لم يتم التفاهم على أولويات؟ هذه الأولويات هي التي تحدد عمل الحكومة وعمل أيضا مجلس القيادة. يعني أعتقد أن البلد الآن غير مهيئة لقصة الانفصال والانفصال، هذه ربما تؤجل وهي ليست أولوية حتى للمواطن سواء كان في عدن أو في صنعاء أو في مأرب أو في أي مكان. يعني نعم، إذن أفهم منك أن الأولويات هي للخدمات، للمرتبات، لخدمة الناس وأيضا لاستعادة الدولة، هذا ما تريد قوله؟ حسين، نعم هناك مشكلة يبدو أن في الصوت مع حسين الصوفي، لكن الفكرة واضحة بأن المشكلة هي دائما أبدا كما يرى حسين هي الأولويات، يجب أن تكون أولوية الحكومة دائما أبدا هي لاستعادة الدولة أيضا والمؤسسات من الحوثيين وأيضا لتقديم الخدمات للمواطنين والمرتبات، خاصة أن المناطق التي تخضع للشرعية تعاني من الناحية الاقتصادية والخدماتية منذ أكثر أيضا من 7 سنوات أو 8 سنوات منذ الانقلاب الحوثي. شكرا لك حسين الصوفي صحفي كنت معنا من مأرب. أستاذ ياسين التيمي، فيما يتعلق بمسألة أن بن مبارك هو الوجه لمشاريع الأقاليم وأن هذه النقطة هي التي تستدعي أيضا الخلاف معه من قبل الانتقالي، هل تعتقد أن هذا صحيح؟ لا ليس صحيحا، لأنه رجل كان يمثل الحوار الوطني ومخرجة الأقاليم، كان أمين عام الحوار الوطني، لم يكن صاحب قرار في مجلس الحوار في، لكنه كان صاحب الوثيقة عندما اعتقل من قبل الحوثيين، كان يحمل مشروع الدستور الجديد، كان سكرتير لهادي يحمل الوثيقة هادي. لكن اللي كان يقرر سياسيا هو هادي. قيادة لا قيادة المؤتمر برئاسة الرئيس هادي، نعم هو هادي كان وكان نعم وكان هادي له مساعدين من رؤساء الكتل السياسية كلها، هذا الفريق القيادي هو الذي كان يحدد، وفي الحقيقة هذا توجه هادي وليس توجه أحمد. يمكن لأحمد عوض مبارك أن يتماهى مع توجهات هادي، هذا شيء، لكن أنه هو اللي فرض هذا لا أعتقد. لا لكن يقال أنه أيضا يمثل السعودية في مشروع الأقاليم ومشروع حضرموت، تجد هذا صحيح ولا هذا توجس من قبل صلاح؟ وهل كانت السعودية أصلا وراء هذا المقترح مسألة الأقاليم؟ يعني يقال أنها كانت داعمة للأقاليم هو أمريكا، هذا بحسب صلاح الآن سمعته أنت حين قال ذلك. ربما تكون طبخة الأقاليم التي تبنها هذه حظيت بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، لكن في نهاية المطاف أحمد عوض بن مبارك ليس هو الشخص صاحب القرار الذي يمكن أن تحاسبه الآن وتقول لهذا السبب أنت أرفضك كرئيس للوزراء. نعم. في مبالغة في المسألة، وأعتقد أنه الشيء المهم بالنسبة للمجلس الانتقالي هو أن أحمد مبارك يرى أن هو خارج المشروع الانتقالي، خارج المشروع الانفصالي، لهذا سيظل مرفوض مهما كانت قدراته، مهما كانت توجهاته فيما يتعلق بعمل الحكومة. إذن هل تجد أن الرجل أيضا بدعم سعودي أو حتى أمريكي أيضا يستطيع تجاوز الأزمات التي تمر بها الحكومة خاصة فيما يتعلق بالموارد؟ للأسف نحن نقيس الدعم في النهاية بمدى استعداد هذه الأطراف على إنجاحه في الميدان. نتكلم عن موارد الحكومة. يمكن يعني الحكومة بدون موارد أكيد يعني لن تشكل فارقة. الطرفين الإقليمي الممثل بالسعودية والدولي الممثل بالولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يدعموا أحمد مبارك سياسيا، لكن أنا الدعم الذي أتوقعه من هاتين الدولتين هو أن يتمكن بن مبارك من أداء دوره
كرئيس للحكومة، وأن ينعكس ذلك في شكل حلول سريعة ومباشرة للأزمات التي تعصف بالشعب اليمني. إذا لم تنعكس أو ينعكس هذا الدعم في شكل خدمات مرتبات ودعم مالي إلى آخره، فلا قيمة، يعني لا قيمة أن يكون أحمد عماد بن مبارك متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. أنا يهمني أن المجتمع الدولي الذي يرى أحمد بن مبارك مناسبا، على هذا المجتمع الدولي أن يوفر أسباب بالتالي تتوقع أن يحضر الرجل تتوقع أن يحضر الرجل بدعم مالي لينجح؟ هذا ما نتوقعه، هذا ما نتوقعه، لكن أو ما يفترض. أنا في تقديري الظروف اللي نعيشها الآن لا تسمح اليوم بإيداع مليار أو مليارين كما كان في السابق، أنا هذا في تقديري. لكن الحكومة على وشك السقوط الآن، هناك مأساة إنسانية خدماتية في عدن، يعني ويجب أن يدعم الرجل. بالتأكيد. أولا، هل انتهت المنحة المالية الأولى؟ يعني هي لم تحصل جميعا، لم تحصل جميعا، بالتالي يعني هم يروا أنه ما توفر الآن ممكن أن يغطي الحاجات الأساسية. وطبعا المنظمات الدولية تقوم بدورها في إطعام الناس، يعني أنا أعتقد لولا دور هذه المنظمات المشكلة يمكن أن تنهار، يمكن أن تسفر عن مأساة لا حدود لها في الحقيقة. اليوم المؤشرات الحقيقية على أن النوايا السليمة للأطراف الإقليمية والدولية بالفعل تقف إلى جانب اليمن ستتمثل في إجراءات استثنائية تسمح بأن يحدث تحول حقيقي في إداء الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، يسمح باستعادة المبادرة بالنسبة للسلطة الشرعية، ويمنحها القوة لكي تستعيد نفوذها ويقوي مركزها السياسي والعسكري في مواجهة الحوثيين. هذا الذي نتوقعه. إذا لم يحدث ذلك، فأنا أعتقد أن احنا نعيد تدوير المشاكل لا أقل ولا أكثر، وأن هذه الأطراف تخطط من أجل الحصول على وفائد من اليمن، لكن لا تخطط من أجل أن يخرج اليمن من مأزقه. متعافيا أيضا، شكرا لك أستاذ ياسين التميمي كاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا، أيضا للتعليق على تغيير أحمد عوض مبارك كرئيس الحكومة بديلا عن معين عبد الملك، شكرا لك. مجددا أشكر كذلك أيضا أعزائي المشاهدين الأستاذ صلاح الصقلدي صحفي القريب من توجهات الانتقالي كان معنا عبر السكايب، وأيضا الصحفي حسين الصوفي كان معنا من مأرب، وأشكركم بطبيعة الحال. متمنيا التوفيق للأستاذ أحمد عوض مبارك في أن يخرج بالحكومة من مأزقها ومن انقساماتها وأيضا من شحة مواردها، وأن يعمل على استعادة الموارد النفطية وغيرها، وأن يعمل أيضا على استعادة الدولة ومؤسساتها، والعمل من أراضي الدولة من داخل عدن أيضا على استعادة بقية الأراضي اليمنية من الحوثيين، وأيضا استعادة المؤسسات. ونتمنى أيضا أن يحظى بكل الدعم من قبل كل اليمنيين إضافة إلى الدعم الإقليمي والدولي. شكرا لكم.